شخصية مصر يعد واحداً من أهم الكتب في تاريخ مصر، ومرجعاً مهماً لكل الباحثين، وملهماً لكل مصري يريد أن يتعرف على بلده بكل جوانبها الجغرافية والتاريخية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية. صدر للمرة الأولى عام 1967 ككتاب صغير، ثم ظل مؤلفه يضيف إليه لمدة 30 عاماً حتى تجاوز 3000 صفحة وأصبح 4 مجلدات. يتحدث المجلد الأول عن شخصية مصر الطبيعية، الجيولوجيا والجغرافيا والصحاري ونهر النيل، ويتناول المجلد الثاني شخصية مصر البشرية، وفي قلبها شخصية مصر السياسية والمتغيرات التاريخية والبناء الحضاري. أما المجلد الثالث فعنوانه شخصية مصر التكاملية، ويتحدث عن شخصية مصر الاقتصادية، بينما يتطرق المجلد الرابع إلى شخصية مصر الحضارية. مؤلف الكتاب هو العالم الدكتور جمال حمدان، واحد من أهم الجغرافيين المصريين في القرن العشرين. ولد في محافظة القليوبية عام 1928 ورحل في 1993. له عدد كبير من المؤلفات المهمة، من بينها 6 أكتوبر في الاستراتيجية العالمية، وسيناء في الاستراتيجية والسياسة والجغرافيا، وقناة السويس، نبض مصر.